مباراة الزمالك والمقاولين في الأسبوع الثاني للدوري بتعادل الفريقين 1-1، كما كانت قد جرت بعد ظهر اليوم أيضا مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بفوز بيراميدز 1-0 ليحتدم صراع الدوري بدري. هو الدوري ده هتشوف منه نتائج، يعني كل مباراة صعبة. حتى أنا ما تابعتش طبعا بيراميدز، ولكن أعلم أن الجون جه في الدقيقة 70 بلعبة مقصية من إبراهيم عادل. من إبراهيم عادل. إذا الدوري هيكون بهذا القدر من الصعوبة، وهو ما توقعناه، وسوف يستمر الوضع هكذا، لأن كثيرا من القوى قد تغيرت يا أستاذ إبراهيم. حتى فهم الكرة، ايوه، الفرق بتلعب دلوقتي كلها. أنا أصلي في كلمة الثقافة دي عجباني جدا، إنك أنت لما تبقى مستوعب أنت بتلعب بتعمل إيه عشان إيه، بيبقى الموضوع عميق جدا. ثقافة الأداء الكروي النهاردة مختلفة تماما عن عدة سنوات مضت. فأرى صعوبة الدوري، وأتوقع الكثير من المفاجآت فيما هو قادم من أسابيع.